السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا أبنائي طلاب وطالبات الصف السادس، ومع فيديو جديد من فيديوهات مادة التربية الإسلامية. ونريد أن نتعرف من خلال هذا التسجيل، من خلال هذا الفيديو، على مخاطر الحروب على المجتمعات. هذا العنصر يندرج تحت أو داخل درس عنوانه غزوة أحد. في البداية أريد أن أنبهكم على شيء مهم، سنتعرف من خلال هذا الفيديو على مخاطر الحروب على المجتمعات. عندما أقول مخاطر الحروب أي ليست مخاطر الغزوات، لأن غزوات النبي مثل غزوة أحد، غزوة بدر إلى آخره، هذه الغزوات كانت في بداية الإسلام، كانت حربا وكانت غزوة ضد المشركين لنشر الدين الإسلامي. لما شارك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى كان هدفه نشر الدين الإسلامي وحماية الدين الإسلامي. فالآن عندما أقول لكم مخاطر الحروب أعني بذلك الحروب غير الغزوات. الغزوة كانت لصالح وهدف الدين الإسلامي، أما الحرب فهو على عكس ما يتماشى به ديننا الإسلامي. مخاطر الحروب على المجتمع، الحروب والمشكلات السياسية. مخاطر الحروب على المجتمعات، تعد الحروب سببا للفقر والتخلف الحضاري. لماذا؟ لماذا تعد الحروب سبب للفقر والتخلف الحضاري في المجتمع؟ لأنه ينتج عن الحروب خسائر في الأرواح، قد يموت بعض الناس، وتدمير للمباني، قد يهدم بعض البيوت ويتشرد ما فيها، وتدمير للمباني والمرافق، وهدر لموارد البلاد وثروتها. البلد الذي يكون فيها حرب تهدر ثروتها، ونشر للذعر والخوف، وينتشر فيها القلق وعدم الاطمئنان. هذا كله بالنسبة للبلاد التي فيها حروب، لكن الحرب كما قلت لكم الآن، الحرب غير الغزوة. الحرب بخلاف الغزوة، الغزوة كانت هدفها نشر الدين الإسلامي، هذه الغزوة، أما الحرب كان هدفه اندثار وانعدام الدين الإسلامي. تطال الحروب، فالحروب كلها خطر على الإنسان والمجتمع. تطال الحروب الإنسان، فتتسبب له بالعديد من الآثار الصحية، مثل تسبب الحروب إصابات جسدية بين الأفراد. إذا كان في حرب نسمع يقول فلان قتل، فلان جرح، فلان ذهب للمستشفى، فالحروب تسبب إصابات جسدية بين أفراد المجتمع، سواء كانوا مدنيين أم عسكريين، والتي تكون نتيجتها إما إعاقة أو وفاة. ينتج عن هذه الإصابات إما إعاقة مستدامة أو وفاة. وتؤثر أيضا الحروب على الصحة النفسية للإنسان، بما ينتج عنها من اضطرابات نفسية وعقلية. فالحرب تؤثر على صحة الإنسان وبدنه وجسمه وعقله. قد تمتد هذه الاضطرابات لفترات زمنية طويلة، والتي قد ينتقل أثرها من جيل إلى آخر. وينتج عن الحروب تدمير للبنية التحتية، أي البناء والطرق والمرافق التي تدعم الصحة العامة للمجتمع. وبذلك يا أبنائي تكونوا قد عرفتم الفرق بين الحرب والغزوة، وأيضا تكونوا قد عرفتم مخاطر الحروب والتي لها تأثير على الأرواح والموارد والمرافق والطرق. وهذه الخسائر قد تكون نتيجتها إما إعاقة أو وفاة أو الآثار المدمرة. شكرا لكم جميعا يا أبنائي.